بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لمسألة 3 شيت 3 كان بيقول لي ان انا عندي 3 فيز اندكشن موتور السبيد بتاعته 1440 ار بي ام، بيقول لي كونسيدر الماكسيمم سليب او الاس ماكسيمم 16%، وبيقول لي كونسيدر ان الستيبل ريجن عبارة عن لينير، بيقول لي كونسيدر ان الستيبل ريجن او الستيبل اوبريشن ريجن لينير. عايز احسب اول حاجه الاس فول لود بكام، الاس فول لود والماكسيمم تورك. بيقول لي اول حاجه او بيقول لي كمان الجيفنز ان التورك لود 10 نيوتن متر، وده عباره عن كونستانت تورك لود. اول حاجه ابتدي افكر فيها يعني ايه الستيبل ريجن عباره عن ايه. احنا عارفين التورك سبيد كيرف بتاع الاندكشن موتور بيبقى عباره عن حاجه بالشكل ده، الريجن دي بتمثل الار ستيبل ريجن والريجن دي بتمثل الستيبل ريجن. فالستيبل ريجن دي لما تكون لينير يعني عباره عن خط مستقيم بالشكل ده. فلو انا مثلا كنت عارف ان شكل الماكسيمم تورك كان بيظهر عند الاس ماكسيمم، طب لو انا مثلا ده كان شكل تورك الفول لود بيظهر عند الاس فول لود. فاللي جاب عندي في المسألة هو ايه؟ اللي عندي في المسألة جاب ان اللود بتاعي هو عبارة عن 10 نيوتن متر، فانا عارف تورك الفول لود بكام، وعندي الاس ماكسيموم دي في المسألة 0.16 اللي هي 16%. فلو انا افترضت ان العلاقة دي لينير يعني ممكن اقول ان التورك على التورك بيساوي الاس على الاس، بس المشكلة عندي في الاس في اللود دي بكام او الاس اللي عند اللود دي بكام، انا في الحقيقة مش عارف. الحقيقه هو مديني السبيد عندي كام؟ 1440 ار بي ام. فانا لو عايز احسب الاس ممكن احسب الاس منين؟ ممكن احسب الاس من الان اس ماينس ان على الان اس. طيب المشكله في المساله دي ان الان اس مش جيفن، النمبر اوف بولز مش جيفن، ومش مديني اي حاجه اعرف بيها الفريكونسي حتى كمان في المساله مش جيفن. فكنا هنعمل ايه في المساله زي دي او في النوع ده من المسائل؟ هي الحاجه دي كانت بتفكرك بحاجه زمان كنت بتاخدها في الاندكشن، ان انت كان عندك تيبل ظريف كده كنت عارفه. التيبل ده عباره عن ايه؟ التيبل ده بيختلف على الفريكونسي، عند فريكونسي 50 في عند فريكونسي 60. فالان اس كانت عباره عن ايه؟ الان اس دي كانت عباره عن 60 اف على ام. فعندي عدد بولز او التو بي مثلا هنا ب 2 فبيطلع عندي او ال 2 بي هنا ب 2، كان في الان اس بتطلع بكام؟ الان اس بتطلع هنا في حاله ال 50 هرتز بتطلع ب 3000، في حاله ال 2 بي ال 2 بي هنا ب 2 الان اس بتطلع ب 3000، ال 2 بي ب 4 بتطلع ب 1500، ال 2 بي ب 6 بتطلع ب 1000 ار بي ام. نفس الكلام ده عن ال 60، عن ال 60 دي 3600 ار بي ام. وحاله في حاله الاربعه بول هي 1800، في حاله الالف هي 1200، او في حاله السته بول هي 1200 ار بي ام. فالمفروض ان انت حضرتك تكون فاكر الجدول ده عند كل الكيسز للفريكونسيز المختلفه. ولما بتشوف حاجه بالشكل ده يعني مثلا بتشوف السبيد اللي هي 1440 كنت لازم تروح على طول على الجدول وتشوف السبيد دي قريبه من انهي قيمه عندك. قريبه من انهي قيمه؟ طبعا 1440 قريبه عندي من ال 1500، يبقى اكيد انا شغال عند فريكونسي 50 وعدد البولز هنا بكام؟ ب 4. يبقى انت لازم الجدول ده تكون فاكره كويس قوي، لان مش شرط ان هو يديهولك في الايه؟ في الامتحان، دي حاجه المفروض ان انت تكون عارفها. فعلى طول هاستوماتيك هقول ان انا عندي شغال عند 1500 ار بي ام، دي 1440، فالاس هتطلع 0.04، يبقى الاس كلهم في المسألة دي 1400 برضه. لو رجعنا تاني للخط اللي انا رسمه هنا اقدر اقول بقى عشان اللينير ريجن دي ستيبل يعني ممكن اقول ان التورك على التورك بيساوي الاس على الاس، فالتورك عندي هو التورك في اللود على التورك الماكسيمم بيساوي الاس في اللود على الاس الماكسيمم. التورك في اللود عندي ب 10، الاس في اللود جبتها 0.04، دي 0.16، بحسب التورك الماكسيمم هيطلع 40 نيوتن متر، وده كان اول مطلوب في المساله. المطلوب الثاني كان عايز يحسب ايه؟ بيقول لي
لو انا كنت عايز اشغل الموتور ده عند سبيد 100 RPM لفيري لارج او تو لارج سبيد اباف السنكرونس سبيد، يعني هو عايز يشغلها من اول 100 RPM لسرعات مختلفه، فعايز يحسب ايه؟ عايز يحسب الفريكونسي بتاع الدرايف ده لو انا شغاله عند 100 RPM 1500 RPM 3000 RPM. خلينا نشوف الاول، لو انا بتكلم عن سبيد، السبيد دي ب 100 RPM، لو فاكرين كنا بنعمل ايه في النوع ده من المسائل، كنا دايما بنشيك السبيد دي بالريتد سبيد، وبنقول لو هي عندي السبيد دي اقل من الريتد سبيد يبقى انا موجود في ريجن 1، طبعا هي اقل من الريتد سبيد، اقل من 1440 يبقى انا اكيد موجود في ريجن 1. ولو فاكرين في ريجن 1 فكرت تاني كنا بنعمل ايه؟ كنا بنقول لو انا كنت موجود في ريجن 1 انا عارف ان شكل التورك سبيد كيرفز كلها كيرفات موازيه لبعضيها، فلو انا كان عندي ده تورك لود ثابت هتلاقي عشان الكيرفات كلها موازيه لبعضيها هتلاقي المثلثات دي شبه بعض بالظبط او زي بعض بالظبط، فبالتالي كنا بنستفيد ايه؟ كنا بنقول لو انا كنت شغال عندي الفول لود كنت عارف ان الام دي 1500 ودي 1440. عشان المثلثات دي زي بعض لو انا عايز اشتغل عند 100 RPM ال NS ساعتها هتكون بكام؟ فبقول انه في الريجن الاولانيه لو انا كنت شغال عند توك ثابت فساعتها ان ال NS ماينس N هي دايما اللي بتساوي كونستنت، فلو ساعتها بتكلم على NS1 ماينس السبيد اللي هي كانت اسمها N1 هي انا بتكلم عليها اللي هي 100 RPM بيساوي كونستنت، الكونستنت او بمعنى تاني بنقول البيز ده بتساوي البيز ده او الستيب سبيد بتساوي الستيب سبيد، فساعتها هيبقى 1500 ماينس 1440 يبقى ال NS1 بكام؟ 160 RPM. لو انا كنت عايز اجيب الفريكونسي اقول ان الكلام ده بيساوي 60 اف 1 على البي، اتفقنا خلاص البي جبناها من الجدول اللي احنا قلنا عليه في الاول، يبقى انا كده اكيد شغال عند فور بول ماشين، يبقى البي عندي هنا ب 2 يبقى الاف 1 عباره عن البي في 160 على 60 والبي عندي ب 2 اقدر اجيب قيمه اف 1 بكام عند السرعه. ده المطلوب الاولاني الحقيقه، وكان عايز كمان يحسب الفولتج بكام، فطبعا احنا عارفين ان انا في الريجن الاولانيه شغال ب في على الاف ايكوال كونستنت، والكونستنت عندي هو 380 على 50 هرتز لان ده ريتد فولتج على ريتد فريكونسي، فلو انا عارف الاف 1 جبتها من فوق اقدر اجيب الايه؟ اقدر اجيب الفي 1. طيب الحقيقه لو هو كان عايز كمان يحسب الكرنت وعايز يحسب التورك والتورك الماكسيمم والحاجات دي كلها كنا هنعمل ايه؟ الحقيقه في الريجن المنطقه في الريجن الاولانيه دي شكل التورك اللود بيفضل ثابت، فلو هو طلب تورك اللود هقول له تورك اللود بيفضل ايه؟ ثابت وقيمته ب 10 نيوتن متر. طب لو عايز يشوف ماكسيمم تورك، الماكسيمم تورك برضه قيمته هتفضل ثابته، وقيمه التورك الماكسيمم عندي ب 40 نيوتن متر ما اتغيرتش، لان انا طول ما انا موجود في الريجن الاولانيه الماكسيمم تورك عندي بيفضل ثابت، وكمان مش بس الماكسيمم تورك ده كمان الريجن كارنت بيفضل ثابت زي ما اتفقنا ان الريجن كارنت او الكارنت والتورك ثابت الكارنت بيفضل ثابت. عايز يعمل نفس الكلام بس عايز يعمل الكلام ده عند 1500 RPM، فلو انا بعمل الكلام ده او قيمته دي عند 1500 RPM فالمفروض ان انا كنت بقارنها بالريت سبيد وبقارنها كمان بايه؟ بقارنها كمان بقيمه الايه؟ الماكسيمم سبيد او الماكسيمم ثيوريتيكال سبيد. ف 1500 دي على طول بتبقى قليل او اكبر بشويه من السنكرونس سبيد او هي نفسها السنكرونس سبيد او اكبر بشويه من الريتد، فاكيد دي على طول بتبقى ريجن 2 او 3، بس هي دايما طالما قريبه قوي من الريتد دي دايما بتبقى قريبه من الريتد سبيد بتبقى دايما في ريجن 2، فمش محتاج ان انت تعمل التشيك ده لان كده كده في الوقوف الاخير هنعمل التشيك ده ان احنا نجيب الماكسيمم ثيوريتيكال سبيد. فانا هسيب ان هي في ريجن 2، فلو فاكرين كنا بنقول ايه في ريجن 2؟ كنا بنقول هنقول ان الاس عندي هي اللي ثابته او الاس عندي دايما بتبقى كونستنت، والاس دي بتساوي اخر اس في ريجن 1
واخد اس 31 لنفسها الاس كلود، الاس كلود عندي 0.04 وهثبت الاس. ساعتها لو انا عندي ام 2 ب 1500 وانا عايز اجيب الام اس بتاعتها، فساعتها الام اس هي عباره عن ان على 1 ماينس اس، فدي هتبقى 1500 على 1 ماينس 0.04 يبقى هجيب الام اس اللي هي 1.6606 ار بي ام. جبت السبيد عندي، بعد ما جبت السبيد اقدر اجيب الفريكونسي. لو انا جبت الفريكونسي زي ما قلنا هنقدر نجيب القيم اللي بعد كده. هقول بعد كده الكلام ده بيساوي 60 اف 2 على البي، هقدر اجيب الاف 2 ببي في 1.5، وفعلا الرقم ده مظبوط تمام. 1.5662.5 يبقى 1.5662.5 على ال 60 اقدر احسب اف 2. لو انا عايز احسب في 2 اتفقنا ان في 2 دايما بتساوي الريتد فولتج. اوعى تعمل الفي على الفي زي ما عملناها في الريجن الاولانيه، لان في الريجن الاولانيه بس كان ينفع نعمل كده لانه كان الفولتج بيتغير، انما جاست ان انا دخلت في ريجن 2 او ريجن 3 خلاص ما كانش ينفع نعمل الايه الفي على الاف، او دايما الفولتج عندي بيفضل. طب سي ان هو عايز يشوف شكل التورك لود، التورك لود اتفقنا ما تغيرش في الريجن الثانيه وقيمته دايما ب 10 نيوتن متر. طب لو كان عايز يحسب الماكسيموم تورك بكام؟ هو الماكسيموم تورك هيتغير؟ خلي بالك فكرك تاني بالتورك سبيد كيرفز اللي احنا كنا بنحلها قبل كده، كنا بنقول شكل الماكسيموم تورك بيفضل ثابت، بعد كده البروفايل بتاعه بيبدا يقل في الريجن بتاعه، فده شكل الماكسيموم تورك. ماكسيموم تورك طول ما انا في الريجن الاولانيه الماكسيموم تورك ثابت، في الريجن الثانيه والثالثه في ار 2 وار 3 الماكسيموم تورك قيمته بتقل. ولو فاكرين برضه كنت بقول لكم ان التورك الماكسيموم بروبورشنال مع 1 على ان اس سكوير. الفكره احنا ممكن نستغل الحته دي هنا ان انا طالما دخلت في الريجن الثانيه التورك الماكسيموم قل، فممكن نقول ان التورك الماكسيموم على التورك الماكسيموم مثلا ده 1 وده 2 بيساوي ان اس 2 على ان اس 1 اول سكوير، ده العلاقه عكسيه. افتكر هيطلع عندي التورك الماكسيموم 1 ده احنا اوريدي عارفينه من المساله كنا جبناه هنا ب 40، على التورك الماكسيموم 2 هو ده اللي انا بدور عليه بيساوي الان اس 2 دي اللي انا جبتها 1.5662.5 على دي كانت محسوبه عند الريتد سبيد. هنقدر نجيب التورك ماكسيموم 2 ده اللي هيطلع في مسالتي ب 36.84، وده قيمه الماكسيموم تورك عند الايه؟ عند السبيد. طيب المطلوب اللي بعد كده كان عايز يحسب الكلام ده بس عند سرعه، السرعه دي ب 3000 ار. اكيد 3000 ار بي ام دي اعلى من الان ليفل، والحقيقه هي اعلى منها بكتير، فما كانش ينفع ساعتها ان اقول ان انا هاخدها في ريجن 2 على طول او ان اقول ان هي في ريجن 3. فكنت لازم ساعتها اعمل تشيك قبل ما ابدا احل في المساله. هنعمل تشيك ازاي؟ افكرك كنا بنعمل الكلام ده ازاي؟ عشان نقدر نحسب التشيك او نعمل تشيك على المساله دي. كنا بنجيب الماكسيموم سبيد. كنا بنقول ايه؟ كنا عندنا بنقول ده شكل التورك سبيد كيرف. بالشكل ده فهنشتغل على اخر كيرف في الريجن الاولانيه، وسي هشتغل على الكيرف اللي عنده التورك اللود بيساوي التورك الماكسيموم. كنت بقول افترض ان ده التورك الماكسيموم، وده افترض ان ده اسمه التورك الماكسيموم داش. التورك الماكسيموم ده موجود عند الان اس، والتورك الماكسيموم داش ده موجود عند سرعه هنسميها ان اس داش. فكنا بنقول الكيرف ده التورك الماكسيموم ده بروبورشنال مع 1 على ان اس سكوير، يعني نقدر نقول ان التورك الماكسيموم على التورك الماكسيموم داش بيساوي ان اس داش على ان اس اول سكوير. طيب في المساله دي عندي
تورك الماكسيموم ده جيفن ب 40 او حسبناه في اول موضوع في المساله ب 40. تورك الماكسيموم ده هو نفسه بيبقى النقطه اللي عندها تورك الماكسيموم بيساوي تورك اللود، هي دي الاتش اللي بنجيب من عندها الان ماكسيموم. فساعتها تورك الماكسيموم ده هو نفسه تورك اللود اللي هو 10 يتساوي ان اس داش على ان اس. الان اس داش دي انا بدور عليها على ان اس اللي هي 1500 ار بي ام، فيطلع الان اس داش 3000 ار بي ام. كنا بنقول الخطوه اللي بعد كده كنا بنقول ايه؟ بنقول هنسيوم من اس ماكسيموم دي بروبوشنال مع واحد على ان اس. الان اس او اس ماكسيموم دي، اس ماكسيموم دي لو انت فاكر كنا في المسألة دي، هي في المسألة أصلاً من الـ S maximum دي 0.16، والـ S maximum داش دي لما أسيوم اللي ظهرت عند التورك الماكسيموم يساوي تورك اللود، فهقول إن الـ S maximum على الـ S maximum داش هي عبارة عن الـ S أو الـ NS داش على الـ NS علاقة عكسية زي التورك بالظبط، بس التورك بروبوشنال مع الـ NS. عندي في المسألة ب 3000 أنا حسبتها، ودي عندي 1500، وعندي الـ S maximum دي given 0.16، يبقى الـ S maximum داش دي تطلع 0.08. جبت قيمة الـ S maximum داش، ساعتها بقول إن الـ N maximum هي 1 ماينس الـ S maximum داش في الـ NS داش، تطلع عندي السرعة دي كام؟ هتطلع في المسألة دي لما تيجي تحسب الـ S maximum أو الـ maximum theoretical speed تطلع 2760 RPM، وهي دي الـ maximum theoretical speed. فلما نيجي نتكلم بقى على السرعة اللي هي بنسميها N3 تساوي 3000، هتلاقي إن هي أكبر من 1440 وأقل من 2760، اللي هي بتمثل N rated ودي بتمثل N maximum، يعني أكيد موجودة في الريجن التالتة، معلش هي أكبر كمان وأكبر كمان من دي، فأكيد دي موجودة في الريجن التالتة، لأن هي طالما أكبر من المنطقة دي أو أكبر من هنا يبقى أكيد دي موجودة في الريجن. طب هنعمل ايه؟ عايزين نروح نشوف هنقدر نعمل ايه في السرعه او في القوانين الموجود في الريجن الثالثه. اتفقوا عليها المره اللي فاتت ان احنا نحل المساله رقم واحد لو انتم مذاكرين. لو احنا السرعه بتاعتنا وقعت في الريجن ثلاثه كنا بنقول ايه؟ بندخل باسامبشن جديد انه ان ان اس ماينس ان برضه بتساوي كونستنت زي الريجن 1 بالظبط، بس ساعتها معقول لو ده كده لو احنا وصلنا ان التورك الماكسيموم هو الماكسيموم ثيوريتيكال سبيد الان ماكسيموم وهنسمي ان اس داش. فلو انا مثلا كنت عايز اشتغل عند سرعه زي المساله دي 3000، فهنا عايز اشتغل عند النقطه، النقطه دي عندها التورك بكام او السرعه او الان اس بتاعتها بكام؟ كل الفكره ان الان اس بتاعت دي كاني رسمت لها كيرف جديد بالشكل ده كده، ودي الـ NS بتاعتها هسميها NS 3، والـ NS أو السرعة اللي هو عايز يشتغل عليها عايز يشتغل عند 3000، فأنا هجيب الـ NS دي إزاي؟ كنا بنسيوم إن هنفترض إن الـ NS ماينس N بتساوي كونستنت، يعني برضه السبيد بتاعتي أو السبيد سبيد ثابتة زي الـ ريجن بتاعتي. فالـ NS 3 ماينس الـ N 3 اللي هي 3000 بتساوي كونستنت، الكونستنت ده المرة دي بيساوي كام؟ هو بيساوي الكونستنت اللي انت جبته من عند الماكسيموم ثيوريتيكال اللي هو كان ان اس داش ماينس الان ماكسيموم، وهو ده الكونستنت اللي انت هتثبته في بدايه او في ريجن الثلاثه كلها. طبعا عندي كان 3000 ماينس 2760 هتطلع الان اس 3 ب 3240 ار بي ام. هقول برضه دي بتساوي 60 اف على البي، اف 3 بقى على البي، ونقدر نجيب ايه؟ الاف 3 بنفس الطريقه الفي 3 دي هتفضل ثابته وتفضل 380 فولت. ما تنساش الحركه دي لان لو نسيتها المساله كلها بتعقد.
فهي الفكره كلها في المساله ان انت لو وقعت في ريجن ثلاثه بتثبت او الكونسبت اللي انت بتبدا او الاسامبشن اللي انت بتبدا بيه دايما عشان تجيب الام اس لازم يبقى عندي افترض ان الستبس دي ثابته زي الريجن الاولانيه، يبقى الاختلاف بس عندي في الريجن الثانيه ان الكونسبت اللي انت بتبدا بيه هو ان الستب يبقى ثابته في الريجن. يبقى انا كده في بالنسبه ل 3000 ار بي ام جبت الفريكونسي بتاعها وجبت الفولتج، سي برضه ان هو عايز يحسب طول اللود بكام او الماكسيموم طول. كل الموضوع ان انت برضه لسه بتلعب على المساله دي ان الطول على الطول بيساوي الام اس على الام اس العكس الهول سكوير. لو احنا عملنا اسامبشن ان الطول ده اسمه تي ماكسيموم 3 ومثلا عند اي نقطه هنا على الكيرف او خلينا نلعبها مع التي ماكسيموم وعند ال 1500 ار بي ام، فلو انا مثلا بتكلم على التي ماكسيموم ده وده التي ماكسيموم 3 فهنقول نفس الطريقه وهنقول ان هي بتساوي ده خلاص. التي ماكسيموم الاولاني ده اللي هو كان 40، التي ماكسيموم 3 ده اللي هو بدور عليه تساوي ان اس 3 اللي احنا حسبناها 3240 على ان اس اللي هي 1500 اول سكوير، ونقدر نحسب التي ماكسيموم 3 اللي هتطلع 8.76 نيوتن متر. بالمناسبه التي ماكسيموم 3 ده هو نفسه بيمثل توك لود. يعني ايه توك لود؟ لان قلت لك خلاص احنا طالما وصلنا للنقطه دي عايز تشتغل في سرعه اعلى من كده لازم تعمل دي ريتنج للتوك لود. يعني ايه دي ريتنج؟ يعني لازم تقلل التوك لود بحيث ان هو يبقى اقل من او يساوي التي ماكسيموم. فلو خدت بالك التوك لود عندي هنا ب 10، بعد شويه لو انت احتاجت سرعات اعلى من كده لازم تقلل تورك اللود، فهنا تورك اللود هيبتدي يقل معاك، يبقى هو نفسه تقريبا قيمه التورك الماكسيمم، وهتبتدي تجيب قيمه تورك اللود هيطلع بالشكل اللي موجود قدامك في المساله دي. وبالتالي هو ده المساله، او دي كانت 5 سطر، خمسه هو ده التورك اللود. على فكره موضوع ان انت تجيب التورك على التورك بتساوي الام اس على الام اس ممكن تعملها عند اي كيرف ما بين ريجن 2 وريجن 3، يعني فاليد من انت احنا جبناها ما بين التورك الماكسيموم وال 1500. احنا لسه كنا من شويه جايبين في ريجن 2 جايبين التورك الماكسيموم والان اس بتاعته، الان اس اللي هي 1500 مش عارف ايه. فلو انت عملت ما بين الان اس دي والتي ماكسيموم الاثنين فاليد هيديك نفس النتيجه لو انت عملت ما بين التي ماكسيموم اللي هي 40 ودي وال 1500، لان احنا كلنا بنلعب على نفس دي على نفس الكيرف ده في اي نقطتين هيديك نفس النتيجه ونفس الحل بالظبط. ودي كانت المساله رقم 3. كل المسائل اللي هي 1 و2 و3 كلهم كانوا بيتكلموا ان عندي ماكسيموم تورك او اللود بتاعي كان بيفضل ثابت طول الطريق.